pero no han sabido qué comer? Me gustaría hacer algo diferente para la tía May, pero no se me ocurre nada nuevo. ¿Dónde está? ¡Ay, Kelsey! ¡Suf, sí! ¡Otlek hat hal a Kelsey! ¡Skotinza! كامل للماء ايوا الكوزينه هي هنايا زعما هاد الاواول علاش كذبتي وانت علاش غتشكين بيا بغيتي غتضربني شكون قال لك غتضربك بالعكس هي غتعاونك هكا ادم هالما شكرا على خالته بسم الله شيتي لا باقي الشبحان كيفاش ما خصنيشي ياك اخر مره كليتي غير دانون وبيمو ما يمكنش ما يجيكش الجوع حتى لهاد الساعه هادي واش انت قلت لك شبعان ما خصنيش اجي ماما ديالي كل غير شويه شاش لا ما خصنيش خصني غير ننعس واخا نعس نطفي لك الضو لا غير خلي صباح الخير يا حبيبي صباح الخير كرشي كتحرقني بزاف وصلي واجي تفطر يلا واخا انا ماشي باقي فيا النعاس شو عندك تسقوي ما نعستي شي مزيانه ولا شويه يلا انا كبيت لك الحليب هاك واخا وتينا ما غتفطرشي انا فطرت قبيلتي يلا فطرتينا انا غنمشي نعمل حوايج في الماكينه صافي يلا واخ ما خصنيش هاد الفطور نجيب شي دانون وبيمو حسن ري
Pero no han sabido qué comer. Me gustaría hacer algo كنشوف غير التحاليل ديالو كلشي عنده مزيان. بغيف من غير نسبة السكريات عنده طالعة، وهذا شيء طبيعي نورمال لأنه كلا بزاف ديال الحلويات. أنا شخصت لك الحالة ديالو وشنو التدخلات اللي عملنا حنا كأطباء. الحالة ديالو كانت أنه كثرة ديك الحلوى اللي كلا وقع له تسمم في الجهاز الهضمي ديالو، ولكن لحسن الحظ أنكم جيتو على بكري وقدرنا أننا نوصلوا للأنهاء ديالو، ودابا الحمد لله راه في صحة جيدة. الحمد لله، شكرا بزاف. وبالنسبه دكتوره ديك الحبوب اللي نضروا في وجهه، مونو ما تخافشي نورمال، هذيك حساسيه ديال الحلوى اللي كلا، فهذا شيء طبيعي ان تخرج من الحبوب في وجهه، وبالعكس مزيان يخرج من الحبوب في وجهه وبيض عيم وما يبقاش ان شاء الله. واخا نوغي خليك انا غنمشي عندو. واخ. السلامة ديالك البطل، باش كتحس مزيان دابا؟ مزيان. قولي البطل، واش عارف علاش انت هنا؟ حيت كرشي كانت كتحرقني بزاف. وعلاش كانت كتحرقك كرشك؟ حيت كليت الحلوى بزاف. إذا مرة أخرى ما خصكش تاكل حلوى بزاف. صافي، كان وعدك ما غنعاودش ناكلها مرة. نو، أنا ما قلتلكش ما تاكلش الحلوى، بالعكس أنت كطفل من حقك أنك تاكل حلوى، ولكن بواحد الكمية اللي هي قليلة وبانتظام. فملي تعطيك مامك الحلوى هذيك كمية كافية للجسم ديالك، ما تمشيش بالمرة مخبع وتزيد الحلوى، لأن إذا زدتي كمية واحدة أخرى راه ترجع مضرها للصحة ديالك. وإلا يوقع لك نفس الشيء اللي وقع لك اليوم، كثرة تناول الحلويات أحمد كيؤدي لأمراض عديدة بحال مرض السكري بحال مرض السمنة،
وملي تبغي تاكل الحلويات كيف ما كان النوع ديالها وياك تاكلو مكشك خاويه، لان هذا امر خطير بزاف. خصك اولا تكون واكل اكل صحي 100%، حليب الفرماج البيض، ومن بعد عادي يمكن لك تاكل الحلوى باش ما نضركش في الكش ديالك. اتفقنا ما غنعاودش ناكل حلوى بزاف، وما غنعاودش ناكل على الخوة حتى نكون واكل ماكلة صحية عاد ناكل حلوى. برافو عليك، انت بطل، الحمد لله على السلامة ديالو. الله يسلمك يا دكتورة. غنكتب لك الدواء هذا شريلو اونتي بيوتيك. ها سيمانه ورجعني ان شاء الله. واخا شكرا بزاف، يلا وسلامة احمد.